ليكن هؤلاء يدسون السم في العسل. فمن الأمور التي نحتاجها، ونحن طرحنا بعض المعايير المهمة للقائد الفذ والمغير المصلح، بينا بعض المعايير في الليالي أو الليلتين السابقتين، أكمل هذا البحث في هذه الليلة بعونه تعالى. المعيار الرابع، نحن طرحنا معايير ثلاثة، المعيار الرابع الذي نحتاجه في عملية الإصلاح وأن نتعرف على المصلح والمغير الذي نريد أن نتبعه ويراد منا أن نقلده، أن يكون متصف بصفة الوضوح في المنهج، أن يكون شخص صاحب منهجية واضحة، معالم الفكر الذي يحمله معالم ما فيها غش تدليس لف دوران، واضح. أنا أذهب وراء جماعات نجد شعاراتهم طاهرة، ولكن لما ندخل إلى العمق نجد أنهم مليئون بالفساد، مليئون بالنجاسات. هذا خطير، هذا أمر خطير جدا، حيث أن المؤمن لابد أن يتعرف على أن هذا الذي يقود عملية الإصلاح ويقود عملية التغيير لابد أن يكون صاحب منهج واضح بالمنطلقات وبالأهداف وبالأدوات. منطلقاتك شريفة، منطلقاتك نظيفة، وأهدافك عالية، أهدافك إنسانية، وأدواتك أدوات شرعية. لا يصح للإنسان أن يكون له هدف نزيه وصالح ولكن أدواته أدوات قمعية، أدوات ليست شرعية. هذه كلها محسوبة، كل هذه القضايا محسوبة. المنهج الرسالي، المنهج الإسلامي القرآني لا يرى الهدف فقط، يرى الهدف والوسائل التي يتبعها الإنسان الهادف الذي يتحرك باتجاه الهدف. أنا أرجو أن نستمع إلى رسالة لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لأهل مصر، كتب رسالة، وأهل مصر في الواقع جماعة حاولوا بشكل أو بآخر أن يؤنبوا عليا صلوات الله عليه، أنه يا مولانا شنها الضعف هذا، ليش هالشكل تتردد، حاول أنه تتعامل طريقة معينة واستولي على الوضع، إلى متى هؤلاء المنافقين، هؤلاء الذين يتلبسون بلبوس الصحابة وحفاظ القرآن والتابعين وما إلى ذلك، هؤلاء إلى متى يعيثون في المجتمع الفساد وأنت ساكت عنهم؟ حسب تعبيرنا حاول أن تزيحهم وتجفت عليهم حسب تعبيرنا بهجمة واحدة وتنهيهم، إلى متى؟ فراح ذهبت رسائل لأمير المؤمنين فيها تأنيب. أمير المؤمنين كتب رسالة لأهل مصر، شوية طويلة الرسالة، اسمحوا لي أقرأ جزء منها. قال روحي فداه، يريد يقول لهم كلمة، ترى تصوروا، لا تصوروا أنا أخاف، أنا ما أخاف، وتاريخي معلوم أنه أنا شنو، على أنه أخاف من الجماعة أو أنه أخاف على نفسي أو عندي مصالح أفكر فيها، هذه زيحوها من أذهانكم. إذا أكو شيء أنا في الواقع أخاف منه شيء آخر. أنا أقرأ رسالة الإمام، رجاء التفتوا إلى كلماته النيرة. يقول: إني والله لو لقيتهم واحدا، يعني وحدي أنا،
لو لقيتهم واحدا وهم طلاع الأرض، يعني لو كانوا كل الأرض هم، والجماعات التي تقف أمامي تملأ الأرض كلها، لو لقيتهم واحدا وهم طلاع الأرض كلها ما باليت ولا استوحشت، وإني من ضلالهم الذي هم فيه والهدى الذي أنا عليه لعلى بصيرة. أنا أدري لو ملايين البشر يقفون أمامي وأنا وحدي في جهة واحدة ما أتردد وما أرتاب وما أتزلزل، لأني على يقين أنهم على الغلط وأنا على حق، أنهم على ضلال وأني على هدى، وأنا عليه لعلى بصيرة من نفسي ويقين من ربي، وإني إلى لقاء الله لمشتاق. تصور أخاف من الموت، وإني إلى لقاء الله لمشتاق ولحسن ثوابه لمنتظر راج، ولكنني آسى، بس قلبي محروق على شيء، ولكنني آسى أن يلي أمر هذه الأمة سفهاؤها. أنا اللي يحرق قلبي ويأذيني أنه أشوف السفهاء والسراق والدجالون والمزيفون والمدلسون يستولون على مقدرات هذه الأمة، هذا اللي يأذيني. وإني ولكنني آسى أن يلي أمر هذه الأمة سفهاؤها وفجارها فيتخذوا مال الله دولا وعباده خولا وعباده خولا. هذا اللي أنا يخوفني، وإلا قضية التردد وقضية التوقف في الواقع هذا لا يعني أن عندي تشويش في الرؤية، رؤيتي واضحة وأني على بصيرة من ديني، على بصيرة من أمري، ولكن المشكلة أن الأمة يأخذها الإعلام يمنة ويسرة، تأخذها الشائعات والأخبار المكذوبة يمنة ويسرة. هذا الذي أنا في الواقع أتخوف منه، على أن تصل القضية على أن يتولى أمر الأمة فجارها وفساقها. إذن أمير المؤمنين والحسين صلوات الله وسلامه عليه وأئمة الهدى عموما، منهج أهل البيت أن الذي يريد أن يغير ويكون مرشحا للتغيير ويكون قائدا لعملية الإصلاح أن يكون شخص صاحب رؤية واضحة ويقين من مبادئه، لا غبار على أنه صاحب حق ووضوح وشفافية في كل ما يمتلك. الأمر الخامس حتى لا أطيل ونحن محددون بوقت معين، الأمر الخامس والمعيار الخامس من معايير المصلح الحقيقي والمغير المبدئي هو أن تكون منطلقاته وأهدافه وأدواته نظيفة بعيدة عن التخريب والظلم والتدليس وما إلى ذلك. مشكلتنا أيها الأحبة، كثير من المتدينين نراه متدينا، يصلي، يعزي، يصوم رمضان، ومن المحبين لأهل البيت، ولكن في واقعه العملي نجده أبعد ما يكون عن مفاهيم أهل البيت وقيمهم. الأخ العزيز يريد يبني مؤسسة دينية أو يشيد مسجد للعبادة، ولكن تراه يتجاوز على الأرض العامة والأراضي العامة، يريد أن يبني مسجدا ولكن على أراضي ليست له ولا يحل له أن يتصرف فيها. هذا هدف نبيل ولكن وسائل
باطلة. يريد أن يساعد في إحياء شعائر أهل البيت، ولكن يذهب إلى وسائل غير طيبة. تكون هذه الوسائل مؤثرة ومضرة لشعائر الحسين أكثر مما تكون مفيدة، وهذا نابع من الجهل. في كثير من الأحيان الإنسان لما يقع في غلط وفي خطأ في اتباع الأساليب والأدوات في العمل الإصلاحي، قد يكون في الواقع جاهل بحدود الله، جاهل بأحكام الشريعة، جاهل بمتطلبات الفقه الإسلامي. ولكن هناك أشخاص هم يعرفون أن هذا حرام وهذا غير صحيح، ولكن يطلبونه، يتبعونه باسم الإسلام، باسم الدين. ما يجري في واقعنا الحالي من بؤس وفساد وتراجع في جميع الأصعدة، نجد أن الناس بدأوا يتحدثون عن الدين وينتقدون الدين والمتدينين. لما تسأل أخي الكريم الدين ما هو دخل في الموضوع؟ الأموال سرقت، المناصب خصصت لجماعات غير كفوءة، البلد ضاع بيد السفهاء، ولكن الدين شنو ربطه في الموضوع؟ الدين ما هو دوره في هذه القضية؟ يأتي الجواب أن الذين قاموا بهذا العمل قاموا باسم الدين، باسم الإسلام، باسم خط الحسين، باسم شعائر الحسين. هذا هو الخطر الذي كان يتخوف منه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، أن الفساد يسري في المجتمع ولكن باسم الإصلاح، باسم الحركة الإسلامية، باسم منهج أهل البيت. هذا هو الذي في الواقع يضر كثيرا. وللأسف الشديد سمعت قبل أيام بعض المتحدثين الجهلة، وانتشرت كلماتهم في المواقع، يجلس يتحدث بكلام يتصور أنه يريد أن يخدم الدين، يتصور يريد أن يبين على أن الدين بهذه المرتبة، ولكن هو في نفس الوقت يحطم الدين ويخرب الدين في أنظار الناس. يأتي شخص يريد أن يرفع في شأن الحسين صلوات الله وسلامه عليه، ولكن يتكلم كلام يطعن في مقام الله سبحانه وتعالى، يطعن في عرش الله، يتكلم على عرش الله وعلى مقام الله وعلى عظمة الله كلام سخيف يريد أن يرفع به شأن الحسين. هذا الجاهل، ولكن يتصور هو في الواقع يريد أن يخدم القضية الحسينية، ولكن هذا ضرره أكثر من نفعه، ضرره أكثر من نفعه. الإمام الصادق عنده كلمة وأي جميلة أنصافا وأكررها دائما، يقول الإمام، أنا أرجو الشباب خصوصا يلتفتوا إلى هذه الكلمة، يقول: من عمل على غير هدى، من عمل على غير هدى كان ما يفسد أكثر مما يصلح. الشخص الذي يعمل بدون خطة، بدون وضوح، بدون رؤية وبدون منهجية، هذا يفسد أكثر مما يصلح. تعرفون أكو بعض الخطباء وبعض الذين الآن يخرجون على بعض القنوات التلفزيونية بشكل أو بآخر يتكلمون بكلام هو في الواقع يحطم المذهب الاثنى عشري والمذهب الحق من حيث لا يشعرون. إخوان، ما كل ما يعلم يقال،
ولا كل ما يقال قد حضر أهله، ولا كل ما قد حضر أهله قد آن وعده. أكو أشياء ما لازم واحد يتكلم فيها، أكو قضايا أصحابها غير قادرين على استيعابها إلا أن يكونوا بمستوى عالي من النضج. عندنا رواية على أن لو علم أبو ذر ما في قلب سلمان لكفر. ليش؟ لأن سلمان كان عنده فهم للدين وفي معارف الإلهية بشكل كبير، أبو ذر غير قادر، مستواه الإدراكي ليس بمستوى إدراك سلمان المحمدي. لذلك سلمان له فهم وعلم ومستوى من المعرفة قد لا يمكن أن يفهمها كميل بن زياد النخعي أو أبو ذر الغفاري. أكو أمور مو كل واحد يستوعبها، أكو قضايا ليس من المصلحة طرحها. يجي واحد جاهل بكل هذه الظروف الموضوعية التي تحيط بالأمة، الظروف الخاصة التي تحيط بالمذهب في هذا الزمان، يغض النظر عنها ويتكلم كلام غير مسؤول ويحرج المذهب بأجمعه، مذهب كامل، مذهب بعظمته، مذهب بأئمته، بعلمائه، بفقهائه، بشهدائه، بتاريخه، بحقانيته. يجي واحد لا يفهم ماذا يقول وكيف يقول ومتى يقول، يقول قولا يحرج مذهبا بأكمله أمام العالم، ونبقى إحنا متحيرين شو نجاوب، شلون نرد، شلون نكذب، شلون نوضح. هذا كله ناتج عن عدم وضوح الرؤية. الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه ومن سبقه الإمام الحسن وعلي بن أبي طالب يدعون الناس إلى هذه القضية بشكل أو بآخر. اسمعوا لعلي ماذا يقول: أتأمروني أن أطلب النصر بالجور في من وليت عليه؟ أنتوا تتصورون أنا لازم أتبع الأساليب الغلط حتى أستولي على الوضع؟ نعم، معاوية فاجر، فاسق، يغدر، يفجر، ولكن أنا مو هالأسلوب عندي، لا أغدر ولا أفجر. هذا الأسلوب المبدئي لعلي صلوات الله عليه جعل أتباع علي يتهمون أنه ضعيف. قال صلوات الله عليه: وما معاوية بأدهى مني، ولكن شي يسوي؟ يغدر ويفجر. هذه مو طريقتي أنا، أدواتنا أدوات أخرى. وأنتوا شفتوا إخواني مجتمعنا المتقلب في كثير من الأحيان، شوف المرجعية في وقت ساكتة عن قضايا معينة ليس من المصلحة أن تدلي بدلوها في قضايا. شوف المجتمع بعضه يتهم المرجعية بأنها خانعة، بأنها ساكتة، بأنها جبانة، بأنها مترددة، في حين الأمر ليس كذلك. والدليل هذا الذي وقفته المرجعية وإلى يومنا هذا من موقف صلب في الحفاظ على مصالح الأمة، وفتواها العظيمة التاريخية التي لها أثر مصيري قطعاً بمستقبل المذهب على المدى البعيد. من اتخذ هذا الموقف؟ من أفتى بهذه الفتوى؟ نفس المرجعية التي كانت ساكتة في فترة. أكو ظروف موضوعية لابد الإنسان يكون واضح يفهم، ولما يتبع شخص وأقلد شخص وأعتبره هو إمامي ومرجعي وسيدي ومقتداي في الحلال والحرام وفي الظروف التي تواجهنا من الأطراف العديدة كيف أتصرف، هذه الرؤية لابد أن تكون واضحة عندنا. هذا المنهج
أو هذه الميزة التي في الواقع تميز بها أبو عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وعموما منهج أهل البيت. أبو ذر الغفاري قورع بشكل كبير من الخليفة الثالث، وقمع بشكل عنيف من معاوية في الشام. عموما تورطوا به الجماعة، ما يدرون شو يسووا له. هذا رجالهم يمشي بالشارع يفضح، يمشي في الشارع وينتقد، يبين المثالب والفضائح، شو يسووا له؟ فقرروا أن يهجروه إلى منطقة الربذة، منطقة صحراء قاحلة ما فيها شيء. فنادى المنادي على أن أبا ذر سيخرج، وممنوع أحد أن يودعه، ممنوع واحد يودعه ويسلم عليه، ومقاطعة كاملة. ولكن عندما أراد أن يخرج أبو ذر الغفاري، ذهب علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه لتوديعه. قال له كلمات يا إخوان، انصافا هذه الكلمات شجية وعميقة محزنة ومبكية انصافا، ولكن تضرب على الوتر. الإمام أميوني تكلم بكلام لأبي ذر، انتقد السلطة ومنهجية السلطة، وامتدح منهجية أبي ذر وتصرفاته بشكل ذكي. أنا في الواقع ما أقدر كل كلامه أنقله لأنه يأخذ وقتي. أقرأ بعض المقاطع من وداع وتوديع الإمام أمير المؤمنين لأبي ذر الغفاري في طريقه إلى الربذة. قال: يا أبا ذر، اسمعوا جيدا إخواني، لما نريد نتكلم مع المصلحين ونريد أن نشخص المصلح عن غير المصلح، لابد أن نلتفت إلى هذه القضايا، هذه الجذور في شخصيته. لن نلحظ إخواني الإعلام والمظاهر. والبارحة أنا ذكرت إحنا مشكلتنا تأخذنا الحالات الظاهرية والمظاهر، الملابس الجميلة والعطور الفواحة والسيارات الراقية والحمايات العديدة والأموال الطائلة، هذه كلها تأخذنا إنصافا، تأخذ شيء من عندنا في التعامل مع الآخرين سواء كانوا فاسدين أو غير فاسدين. أمير المؤمنين صلى الله وسلامه عليه يضرب على وتر شيء اسمه جوهر الإنسان. جوهر الإنسان هو المهم، المظاهر مو مهمة. وين قاعد، إيش يأكل، إيش يلبس، كيف يركب، يمشي أو يركب، يسافر أو ما يسافر، عنده فلوس دولة، هذا مو مهم. مهم جوهر الإنسان في أمرين: في عقله وفؤاده وقلبه. استمعوا لعلي ماذا قال لأبي ذر. قال: يا أبا ذر، إنك غضبت لله. أتأيد لو متأيد؟ تأيد لمنهجه. إنك غضبت لله، فرجو من غضبت له. بعد تتوسل لله أن هو يفتح عليك، هو يعطيك ما يمكن الإنسان أن يطمئن به. فرجو من غضبت له. إن القوم، هي إشارة لمن؟ إن القوم، السلطة الحاكمة، الخليفة الثالث وزمرة بني مروان وغيرهم. إن القوم خافوك على دنياهم وخفتهم على دينك، فاترك في أيديهم ما خافوك عليه، واهرب منهم بما خفتهم عليه. وبعدين يتكلم الإمام كلام انصافا شجي وحزين، بعدين قال له كلمة أخيرة: لا يؤنسك إلا الحق، ولا يوحشنك إلا الباطل. فلو قبلت دنياهم، لو أنت صرت وياهم ورحت معاهم، ولو قبلت دنياهم لأحبوك، ولو قرضت منها لأمنوك. أنت بس كنت تهادين وضعك كان يتحسن،
بس أنت حقاني شو تسوي؟ الحقاني لازم يتحمل لوازم الحق ولوازم موقف الذي يقفه. إخواني الحسين صلوات الله وسلامه عليه موقفه كان بهذا الشكل. أدواته، أنا لا أريد أن أدخل في تفاصيل تعامل المولى أبو عبد الله الحسين مع أعدائه، مع أعدائه الذين في الواقع فعلوا به ما فعلوا وبأهل بيته، ولكن كان نبيلا في التصرف معهم، كان حقانيا في المواجهة معهم. أنا كنت صغير، ذكرت لأحد الإخوة، قلت أنا كنت صغير في الواقع لما كنت أسمع أنه هاني بن عروة اتفق ويا مسلم بن عقيل على أنه يزور البيت، وكان معه في البيت، فسمعوا على أنه عبيد الله بن زياد رح يجي إلى هاني لأنه مريض يريد يعوده، عبيد الله بن زياد طاغية الكوفة. فاتفقوا ويا مسلم، قالوا له يا مسلم رح يجي عبيد الله بن زياد، أنت روح وراء هذه الستارة، إذا دخل عبيد الله بن زياد وشفنا الوضع كذا إحنا نعطيك إشارات، اطلع شنو طير رأسه وخلصها. أنا كنت صغير يعني بسن الأطفال اللي في هذا المجلس بعضهم، كنت أقول ليش ما سوى هالشكل؟ شاء طلع مسلم بن عقيل وقتل عبيد الله بن زياد وانتهت القضية، شنو هالمحنة والمشكلة وكربلاء ومصائب؟ إخواني هذا فكرنا العاطفي، فهمنا الضيق للدين. أهل البيت أرادوا أن يعطوا منهجاً للمسلمين على أن منهج الإسلام ليس فيه غدر، الغدر مو شيمة المسلم، أن الإنسان يبدأ الآخرين بالقتال، يبدأ الآخرين بالمواجهة، هذا ليس من أخلاقيات المخالف مع الطرف المقابل. أنا أخالفك في حدود المخالفة، ولكن أحافظ على آداب المواجهة، لا أطلب النصر بالجور ولا أغدر ولا أفجر. هذه منهجية أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. المعيار السادس من المعايير التي نحتاجها في من يحمل راية الإصلاح وراية التغيير في المجتمع، وعلمنا ذلك المولى أبو عبد الله الحسين، هو أن الإنسان المغير والمصلح أن لا يكون له أو تكون له مطامع في حركته، وأن لا تكون له أهداف يخاف عليها في حركته. إخواني الإنسان المصلح الحقيقي ما يلتفت إلى أشياء تخصه من المصالح الذاتية أو المصالح الآنية الشخصية ويعتبرها هي في الواقع مقياس لحركته، بالعكس تماما، يجعل مقياس الحركة هي مصالح الأمة، مصالح الدين، مصالح الإسلام. أنا مو شيء، أنا لست بشيء، وأنا لا قيمة لي في قبال المصالح العليا للدين. وإن كان بعض الناس في الواقع لا يتعقلون ذلك، لا يفهمون ذلك. أكو واحد من الشباب الجامعيين وما أكثرهم، ولكن للأسف فهمهم للدين واطلاعهم على معالم الدين ضعيفة للأسف، وتلعب فيهم أمواج التضليل والإلحاد في هذه الأيام وخصوصا في ظروفنا. هؤلاء في الواقع يتساءلون بعض التساؤلات تحتاج إلى أجوبة. واحد شافني قال لي سيدنا أنت تقول أن الحسين، أو أنتوا تقولون أن الحسين كان يدري أنه سيقتل؟ قلت له بلي. قال أولاده وعيالهم يؤثرون؟ قلت له بلي. قال شلون هذا يتحرك حركة انتحارية؟ هذا مو انتحار هذا؟ والقرآن يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. زين هذا السؤال بريء، أنا أعتبره بريء، يقول أن الحسين كيف يتحرك وهو بشر وأخبر
بشهادته كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء، وشاء الله أن يراني قتيلا وأن يراهن ماذا؟ سبايا. إذن كان يعرف إذا كيف تحرك باتجاه مصير محتوم. في واقع الأمر هذا المعيار السادس يوضح هذه القضايا. المعيار السادس في شخصية المصلح الحقيقي والقائد المغير أن ما عند الشيء غير الإسلام، غير الهدف الأعلى. فأنا أجبت هذا الشاب المهذب، هذا السائل، قلت له أسألك سؤال، قال لي نعم. قلت له سامع بليلة المبيت؟ قال شنو ليلة المبيت؟ قلت له مبيت أمير المؤمنين في فراش النبي، سامع بي؟ قال لا. قلت له خل أقول لك إياها بشكل بسيط. اجتمعت القبائل المشركة على أن قرروا على أن يقتلوا النبي في ليلة من الليالي، وكل القبائل تشترك في قتل محمد صلى الله عليه وآله لذكره صلوا عليه. نزل جبرائيل أخبر الرسول صلى الله عليه وآله أن الجماعة ناويين تصفيتك هالليلة. خب ماذا أفعل يا حبيبي يا جبرائيل؟ شنو اللي أسوي؟ قال أخلف عليا في فراشك، بيت علي بن أبي طالب وتأطلع هاجر. هذا الشاب يستمع إلى القصة، وهي قصة معروفة، ليلة المبيت في فراش النبي من قبل علي صلوات الله وسلامه عليه. فجاء الرسول لعلي: يا علي، جاءني الأمر أو جاءني الوحي على أن تكون مكاني في فراشي هذا، وأن القوم نووا على قتلي. يعني الرسول هم ما عتم على علي بن أبي طالب أنه تنام لسه بعدين شي يصير خلي يصير، لا، وضوح. قال القضية يريدون يقتلوني، وجاني الخبر، وجاني الأمر أن أنت تنام، جاني الأمر أن أنت تنام وأنا أطلع حتى أسلم، أنا أسلم وأتخلص من عملية الاغتيال، وأنت مأمور على أن تنام. إيش قال له أمير المؤمنين؟ قال له: يا رسول الله، إذا بت تسلم يا رسول الله أنت يعني في أمان؟ قال: نعم. قال: خلاص، فداك نفسي أو فديتك بنفسي. فسألته الشاب علي بن أبي طالب: هذا إجراء صحيح لو مو صحيح؟ قال: هذا الإجراء غلط. قلت له: ليش؟ قال: شنو على أساس؟ هو يعرض نفسه للقتل حتى ابن عمه يخلص. قلت له: عندي مشكلة وياك. قال لي: شنو مشكلتك؟ قلت له: مشكلتي وياك أنك أنت ما تعرف شيء اسمه المصالح الكبرى في حياة الناس أو في حياة المؤمنين. أكو مصلحة دنيا، أكو مصلحة عليا. المصلحة الدنيا أن أكون أنا أحافظ على صحتي وأحافظ على عافيتي. أكو مصلحة عليا أن الدين يبقى على عافية، أن الإسلام يبقى على سلامة. أيهما أقدم؟ شفت، هذا ما يستوعب. مشكلة أكاديميين ما يستوعب. جبت له مثال، قلت له: أنا أكو مليون دينار، سنجيب الفلوس، النفوس أكثر تستوعب، مليون دينار في مكان. هذه المليون دينار قالوا يابا تقدر أنت تحافظ عليها إذا صرفت 250,000 دينار. لما أصرف هالمئتين وخمسين ألف أنا عاقل لو مو عاقل؟ موقفي حكيم لو مو حكيم؟ قال: إيه حكيم. قلت له: إذن أنا أصرف 250 حتى أحافظ على المليون. نحن كذلك، نحن عندما نعرض أنفسنا كأشخاص، نعرض أنفسنا كأسرة، نعرض أنفسنا كعشيرة حتى يبقى الإسلام، هذا موقف يسمى موقف مبدئي. فلما يبيت الإمام أمير المؤمنين
أو لما يتحرك الإمام الحسين باتجاه كربلاء ويعرف أنه سيقتل، حتى الرضيع سيقتل، يعرف ذلك كله، وأنه ستؤثر عيالاته، ولكن كله ماذا؟ كله بعين الله. إن كان هذا يرضيك شنو؟ فخذ حتى ترضى. وزينب الكبرى عندما تأتي إلى ذلك الجسد المبضع المقطع، إيش قالت؟ وضعت يدها تحته، قالت: اللهم تقبل هذا القربان منا. إذن قضية ألا يطمع القائد، ألا يطمع المغير الذي يريد أن يقود الأمة باتجاه الإصلاح، ألا يطمع في أهداف خاصة، مطامع خاصة، مصالح خاصة، هذا في الواقع تراجع كبير وفشل ذريع للحركة الإصلاحية إذا كان المصلح يريد أن يقوم بهذا. وللأسف الشديد نعاني ممن يسمي نفسه أو يسمون أنفسهم بالمصلحين ويريدون أن يقودوا حركة إصلاحية تغييرية في المجتمع، كلهم عندهم قضايا خلاف المعايير التي ذكرناها هذه الليالي الثلاث. المعايير التي ذكرناها أنا في الواقع أسردها بسرعة الإخوة حتى يفهموا أن الحسين صلوات الله وسلامه عليه وأئمة أهل البيت، هذه المعايير التي كانت في شخصيتهم، كانوا أولى بالإصلاح، وكانوا هم الأولى بالتغيير. وحق للحسين أن يقول: أني أولى من يغير، أنا أولى من يغير. المعايير هذه اللي ذكرتها أنا في هذه الليالي، المعيار الأول ألا يكون المصلح هو جزء الفساد الحاكم، الذي يريد أن يغير المجتمع لابد أن لا يكون جزء المفسدين، أن يكون خارج منظومة الفساد. والحسين لم يكن ولا يوما واحدا في جهاز بني أمية وبني مروان وغيرهم ممن عاثوا في الأرض الفساد، ولم يأخذوا على الحسين ملفاً واحداً من ملفات الفساد. لو كان لأعداء الحسين ملف واحد من ملفات الفساد لا أشهروها ولا أظهروها، ولكن لم يجدوا شيء. نظيف أبو عبد الله، نظيف اليد، طاهر الرداء. المصلح لابد أن يكون بعيد عن المفسدين، المصلح لابد أن لا يكون ضمن فئة حزبية عشائرية فئوية تتحكم بحركاته حتى أنه تمنعه من اتخاذ بعض الإجراءات أو تهدده وتبتزه في بعض الإجراءات الأخرى. إذا ما يكون بعيد عن هذه الحالة هذا فاشل، هذا فاشل. الحسين صلوات الله وسلامه عليه لم يكن يتحرك في حالة حزبية أو فئوية حتى يدافع عن مصالحها ويراعي متطلباتها. الإسلام هو هذا، منهج رسول الله هو هذا. لو سرقت فاطمة لقطعت يدها، لو سرقت فاطمة لقطعت يدها. ماكو شيء اسمه والله هذا قرايبي، ابن عمي، نسيبي، ما أدري، صهري، كذا، وقرب فلانا وبعد فلان. هذا ليس من عملية إصلاح ولا يمكن أن يكون مصلحا. ولم يكن الحسين صلوات الله وسلامه عليه ذا رؤية مشوشة. الإمام تحرك برؤية واضحة، يدري شو يسوي وأين يضع قدمه وماذا يريد. أما جماعتنا للأسف الشديد يتخبطون، لا ندري ماذا يريدون، يوما يطالبون ويوما يساومون ويوما يتراجعون ويوما يتقدمون، وهذا في الواقع يفقد الأمة الثقة بهؤلاء. أيها الأحبة، نحن أمام منهج أهل البيت ورائدهم الحسين صلوات الله وسلامه عليه في ثورته التي حملت كثير من القيم الإنسانية والفكرية والسياسية
والعاطفية والمبدئية التي يمكن لنا أن نغزو العالم بها، أن نغزو العالم بها. أنت شو تصور؟ تفرح تشوف والله فلان واحد تشيع يا بليش، والله تأثر بفكر الحسين، وفلان والله استبصر ليش يا بي، هذا قرأ كتابه وعرف أن علي بن أبي طالب هو على حق. هذا مكيفين إحنا بيها. والله يا أحبة، لو المذهب الحق ومنهج أهل البيت أبرز وطرح وسوق بشكل صحيح وبشكل حكيم وبشكل ذكي لاتبعت البشرية هذا المنهج. هذا المنهج ما يعرفوه. الإمام الصادق يقول لبعض أصحابه: حدثوا الناس بأحاديثنا، اطرحوا مفاهيمنا، اطرحوا منهجنا إلهم، لو علموا بكلامنا لاتبعونا. منهج أهل البيت منهج إنساني قبل أن يكون أي شيء آخر. ولكن للأسف الشديد نحن مبتلون بمؤسسات إعلامية مريضة، بألسنة غير حكيمة في تسويق الفكر الشيعي ومنهاج أهل البيت صلوات الله عليهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا بمؤسسة دينية، ولله الحمد نتمتع بهذه المؤسسة الدينية الحوزة العلمية بمرجعيتها الحكيمة. هذا من نعم الله أن نتمتع نحن في هذا الزمن بمرجعية حكيمة تصون المذهب وتصون مقدسات المذهب من التعرض إليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظها ويحفظنا جميعاً، ويبصرنا وينبهنا عن نومة الغافلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا عبرة كل مؤمن ومؤمنة. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيم. ولزينب النوح لفقد شقيقها، وتقول: يا ابن الزاكيات الركعيه اليوم أصبغ في عزاك ملابسي سودا، وأسكبها طلات الأدمع اليوم قادوني بظلم يا أخي، والساط ألمني وأطفالي معي، أخي ما لك عن بناتك وبمسمعي، أخي أين أبي علي المرتضى، يا ليرى انكساري للعدا وتخايا، يا ضعيف
علمت بنعيك أمك الزهراء حين نعيت أم لم تسمعي؟ لا ينشر الموت اشتريته. ليلة الليلة الأولى من شهر صفار مثل يوم غد دخلت العائلة إلى الشام، زينب تمنت الموت روحي لها الفداء. لا ينشر الموت اشتريته ولا أمشي درب الما مشيته. أنا ذباح خير فقيته من قلة الوالد خيته، شتم والد وانكر وصيته. أنا فرد ضحوي أفقدت ناس وهلي، شن لابت فاطمة ولابت علي. يا طرش عجل بمسراك وخذ لرسالة عتب وياك، لبايا الصميد مدير الأفلاك. شتريد زينب؟ أوصيك من توصل يحياك وتشوف واد الغرب عينك، أصفج يمينك فوق يسراك، أصفج يمينك فوق يسرائك، واندح يمن بالكون فتاك. زينب تراها بوليت عداك يا أبويا. عظم الله أجورنا وأجوركم. الشام، وما أدراك ما الشام؟ يسأل الإمام زين العابدين عليه السلام: سيدي الكوفة أعظم عليكم أم الشام؟ قالهم الإمام: الشام أعظم. لماذا يا ابن رسول الله؟ فقال لهم الإمام: لما دخلنا إلى الكوفة ينادونني يا ابن رسول الله، يا ابن الحسين الشهيد، لكن لما دخلنا إلى الشام ينادونني يا ابن الخارجي. الله أكبر. مثل يوم غد دخلت العائلة إلى الشام، خرجت 500 راية، تحت كل راية 1000 شخص، يعني نص مليون إنسان خرجوا يتفرجون على عائلة رسول الله. أوقفوهم بباب المسجد، أقبل شيخ كبير آثار السجود على جبهته، لكن هذا الشيخ مغرر به. التفت إلى الإمام زين العابدين، قال له: الحمد لله الذي قتلكم وأكذب أحدوثتكم وأراح العباد والبلاد منكم ونصر الأمير يزيد عليكم. شاف الإمام هذا هواي مغرر به، قال له: يا شيخ هل قرأت القرآن؟ قال: نعم. ما أنتم والقرآن؟ شنو علاقتكم بالقرآن؟ أنتم ناس خوارج. قال له الإمام: أسألك هل قرأت القرآن؟ قال: نعم. قال له الإمام: هل مرت بك هذه الآية: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا؟ قال: نعم. فقال: يا شيخ نحن أهل البيت الذي خص الله بنا هذه الآية. فقال له: سيدي بالله عليكم أنتم هم؟ قال له الإمام: وحق جدي رسول الله نحن هم. أجركم الله، لما سمع ذلك الشيخ جعل يلطم على رأسه ينادي: أيوا إماما، أيوا سيدا. سود الله وجوهكم يا أهل الشام، تزعمون أنهم خوارج وهؤلاء عائلة رسول الله. وزينب للشام طبت شلون طبة، أنا شفت كل حاليها مطربة. أبو علي راسك يزيد أمر بنصبة، بالصوت كل ساعة يضربة. أجلكم الله. المنهال ابن عمر يقول: رأيت الإمام زين العابدين، سيد شلونك؟ كيف أصبحتم؟ فقال له الإمام: أصبحنا كبني إسرائيل عند آل فرعون، يذبحون أبناءهم، يستحيون نساءهم. أمست العرب تفتخر على العجم بأن محمدا منها،
وأمست قريش تفتخر على سائر العرب بأن محمداً منها، وأصبحنا آل محمد مقتولين مشردين عن الأوطان، إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول المنهال: بينما الإمام يتحدث معي وإذا خرجت امرأة تنادي: إلى أين يا نعم الخلف لنعم السلف؟ تركني الإمام وذهب إليها. سألت عنها: من هذه المرأة؟ قيل لي: هي عمته الحوراء زينب. يا باب اسأل وحيد، ماكو غيره. مأجورين إن شاء الله. بسأل وحيد، ماكو غيره. يا رب حفظ للأسيرة. والله زينب يا اخو زينب بحيرة، ترى لا أهل عدها ولا عشيرة. الإمام زين العابدين في تلك اللحظات نظر إلى أخواتي إلى عماتي. الله أكبر، شلون مصيبة مصيبة الشام. بذيك اللحظات في ذلك اليوم أقبلت هند زوجة يزيد ترفل بالديباج والحرير، اجت تسأل تتفرج على السبايا، سمعت أن ذولا ناس قطاعين طرق قتلوا الرجال وأقبلوا بالنساء سبايا. هاي هند، خلطيك في التاريخ دقيقة واحدة. هند هاي كانت تخدم في بيت أمير المؤمنين، كانت زينب تعلمها الأحكام الشرعية علوم القرآن، شاءت الأقدار تزوجها يزيد. سمعت أنه أكو سبايا ناس قطاعين طرق قتلوا الرجال وأقبلوا بالنساء سبايا، إجت هند تتفرج على العائلة. جابوا لها الكرسي مرصع بالذهب، جلست هند، التفتت إلى الحوراء زينب، قالت: أخي أنا أسألكم وأنتم تجيبون، من أي السبايا أنتم؟ قالت لها العقيلة زينب: نحن من المدينة. أخي المدائن كثيرة، من أي مدينة أنتم؟ قالت لها زينب: نحن من مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله. هند لما سمعت باسم النبي قامت من مكانها وجلست على التراب. زينب: أخي مكانك؟ قالت لها: لا احتراما لكم، لأنكم من مدينة رسول الله. زين يا صالحة، إذا أنتم من مدينة رسول الله، أسألك عن دار سيدي ومولاي علي بن أبي طالب. هذا البيت أنا تربيت به، هذا البيت أنا خدمت به. أسألك عن سيدي ومولاي الحسين، أسألك عن سيدي ومولاي أبي الفضل العباس. بعد علم أن تسأل هند: أسألك عن أستاذتي معلمتي فخر المخدرات زينب. لما سمعت العائلة هاج بهم الحزن البكاء العويل. قالت لها هند: عجيب، أنا أسألكم وأنتم تبكون. قالت لها زينب: لأنك كسرت قلوبنا وأجريت دموعنا. إن كنت تسألين عن الحسين، ذاك رأسه على رأس رمح طويل، وإلى جنبه رأس أبي الفضل العباس، وهذه الرباب وهذه سكينة. والله وانا زينب ليحجون عني، أنا زينب ليحجون عني، سليت المصايب ما سلني. يقولون سنة من السنين أحد الخطباء قام قرأ هاي الأبيات: أنا زينب ليحجون عني. قام لواحد من الفضلاء قال له: شيخنا هاي الأبيات بعد تقرأهين، بيه النوع من الذلة توهين للحوراء زينب. قال له: خوه بعد ما أقرأهن. هذا المعترض يحلف يقول: أنا بالمنام رأيت امرأة محنية الظهر. قلت لها: من أنت؟ صاحت: أنا زينب ليحجون عني، سليت المصايب ما أسلني. والله مصايب حسين الداهنني، نزلا على عيوني وعمني.
بمجلس يزيد زينب جعلت تلتفت يمينا وشمالا، وانا عند حاجة اصحاب الحوائج، هاي ليلة ليلة السبت زيارة قمر العشيرة سلام الله عليه، صاحت زينب في ذلك المجلس: طبي انا والديوان والناس متجمع من كل الاجناس، اليهود ونصارى وكفر ورجاس، من شاهدون مهبط الراس، صاحوا يا زينب وين عباس، صاحوا يا زينب وين عباس، وين تشفي للما يطوك راس. وعلى يزيد ضحا بمجلسه. تفضل سيدنا. بارك الله بكم ولا تعدد لي رحمه الله بكم الليله الفاضل، لا تقصر من جواب حبيبي اليوم الفاضل حبيبي الختام ان شاء الله، ولا تعدد بدر أيهاك وتفاضل ولو نعتاك، بدر أيك لبدرك وحالفتك عقب عيناك، بدر